Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How many people speak English in the audience? By raise hands. How many? كم يتكلمون عربي؟ نعم. Arabic or English? It depends on you. I hope you have good translators. طيب. سأتكلم بالعربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث اليوم هو عن صفقة القرن وما أسميها أنا سرقة القرن. كلمة صفقة القرن جاءت عابرة في أحد المناظرات التلفزيونية كان فيها دونالد ترامب وكان الحديث عن الشرق الأوسط وقال أنا سأنفذ صفقة القرن. في السايكو الأمريكي صفقة القرن كانت عنوان لفيلم كان عام 1983 عن رجل كتاجر ذهب إلى أمريكا اللاتينية ليبيع أسلحة لأحد الدكتاتوريين ويعني الفيلم فيه كثير من الأحداث. الفكرة كانت طبعا أنه كان سيبيع هذا الدكتاتور أسلحة ليستطيع أن يسيطر على شعبه وهنا جاءت كلمة صفقة القرن. أما في معرض المنطقة ما تعنيه صفقة القرن مسألة أخرى لها مدلولات سياسية وجيوستراتيجية كبيرة جدا. ولكن قبل أن نتكلم عن صفقة القرن وما هي وما تعنيه لا بد أن نرجع إلى الوراء قليلا. 26 عام يوم 13 سبتمبر يعني من يومين كانت الذكرى 26 بما عرف وقتها بمفاوضات أو اتفاقية أوسلو. هذه الاتفاقية التي سلم فيها المفاوض الفلسطيني 78% من فلسطين التاريخية أي اعترف وقتها ياسر عرفات بعض الناس اليوم كانوا يترحمون عليه كشهيد. ولكن لابد أيضا أن لا ننسى أن المأزق الفلسطيني اليوم كان هو سببا مباشرا فيه بعد أن ظن أنه بعد حرب الخليج الأولى أنه قد تجاوزه النظام الدولي لأنه وقف وقتها مع صدام حسين. فكانت هناك مفاوضات فلسطينية إسرائيلية في واشنطن ولكن هناك أيضا كان مسارا سريا آخر في أوسلو كان على رأسه وقتها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والتي تقريبا أعطى كل الأوراق التي لدى المفاوض الفلسطيني. طبعا نحن عندما نتحدث عن تحرير فلسطين لنا يعني نؤيد المسار التفاوضي الذي يسلم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ولكن أنا أتحدث في هذا المسار وهو مسار التفاوض فإن المفاوض الفلسطيني سلم تقريبا كل الأوراق الهامة التي لديه في سبيل أن اعترف به المفاوض الإسرائيلي كممثل شرعي ووحي الأمر الوحيد الذي أعطاه الإسرائيليون وقتها لياسر عرفات كان الاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية التي كان على رأسها بأنه هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي طبعا تجاوزت موضوع المنظمة لأن المنظمة أصبحت لا قيمة لها. اسمها منظمة التحرير عن ماذا نتكلم؟ ما هو التحرير؟ الذي حدث أنه بعد هذا الاعتراف ما سمي وقتها باتفاق غزة أريحة أولا أن الإسرائيليين سينسحبوا من بعض المناطق التي بها سكان فلسطينيين ثم تأتي السلطة الفلسطينية لتستلم مكانهم ولكن في أمور متعلقة فقط بأمور محلية يعني لم الزبالة والتعليم والصحة وبعض الأمور هذه ولكن ليس هناك سيادة حقيقية وليس هناك وجود حقيقي خارج الدائرة الإسرائيلية. لا أريد أن أتحدث كثيرا ولكن طبعا كلنا نعلم أن جزءا مهما من هذه المسألة كان هو التنسيق الأمني والذي وفر على الاحتلال الكلفة الهائلة لاستمرار احتلاله كما يقول أبو مازن نفسه الذي ورث ياسر عرفات أنه يريد احتلالا بلا كلفة وهذا ما حدث. كان المفروض في صفقة في مفاوضات أوسلو أن تكون هناك خمسة ملفات رئيسية سميت بقضايا الحل النهائي.
هذه كان يفترض أن تنتهي خلال 5 سنوات. استلم عرفات في مايو 1994، جاء وكان في غزة وفي أريحة، ثم توسعت السلطات السلطة الفلسطينية إلى 8 مدن رئيسية في مناطق عرفة بألف وباء وجيم. ألف تحت السلطة الفلسطينية مباشرة، باء سلطة مشتركة ما بين المحتل الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، والجيم تحت الاحتلال الإسرائيلي، معظم طبعا الضفة الغربية ما يفوق عن يعني المنطقة ألف لا تتعدى 1%، منطقة باء لا تتعدى 9%، بمعنى آخر حوالي 95-99% بقت تحت الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف المناطق جيم. يعني منطقة ألف فقط هي وجودها في المدن الرئيسية، نابلس، الكرم، جنين، هكذا. حتى في الخليل يعني هم أخذوها أكثر من نصفها. على كل القضايا، الحل النهائي كانت 5 قضايا تركت أنها يحدث فيها تفاوض خلال 5 سنوات، بمعنى أن ينتهي مفاوضات أوسلو رسميا عام 99. نحن اليوم 20 سنة بعد الافتراض التفاوضي ما بين مسار الإسرائيلي الفلسطيني، بدأ في 93، وقعوا في 94، انتقلت السلطة الفلسطينية في مايو 94، كان يفترض أن تنتهي في مايو 99، نحن الآن في 2019. ما هي الـ5 قضايا؟ الحدود، المستوطنات، القدس، حق العودة، الأمن. هذه الـ5 رحلت إلى المستقبل. طبعا في كل هذه المسألة في مأزق في كل واحدة من هؤلاء، ولكن كما ترى أن المفاوض الفلسطيني أعطى تقريبا ما لديه من أوراق، وهو الاعتراف، بمعنى أنه اعترف بحق إسرائيل في الوجود. كان من ضمن ذلك أنه يتنازل تماما عن قضية المقاومة أو عن حقه في المقاومة بكل، وهو حق بالمناسبة حق شرعي في داخل كل الشرعية الدولية، وأنا كتبت مقالة صدرت أو دراسة صدرت في هذه المسألة هذا الشهر، بأن هناك حق يعني للفلسطيني أن يدافع عن حقوقه السياسية والقانونية والشرعية بكل الوسائل بما فيه الكفاح المسلح. تنازلت عن كل هذه المسألة طبعا في قبل أن يبدأ التفاوض. ما فعل طبعا خلال هذه المدة، كان هناك أخذ ورد، كان يعني لا نريد أن ندخل كثيرا في التفاصيل، ولكن قطعا لم يعطي المفاوض الإسرائيلي الفلسطيني أي حق من حقوقه، حتى وصلنا إلى هذه اللحظة والتي جاء فيها ترامب. أيضا لا أريد أن أدخل كثيرا في الفرق بين ترامب وما سبقه من الرؤساء الأمريكان، لأن أمريكا كانت منذ البداية يعني متحيزة انحيازا كاملا وأعمى للسياسة الإسرائيلية ولما يريده الإسرائيليون من أن يقدموا أن يأخذوا الحقوق الفلسطينية رويدا رويدا. يعني المستوطنات، عدد المستوطنين في عام 93-94 يعني وقت أوسلو لم يتجاوز 100,000، اليوم عدد المستوطنين يتجاوز 700-800,000 إسرائيلي صهيوني في المناطق الفلسطينية خارج 48. فترامب جاء وهو يريد أن ينهي هذه المسألة، يعني قطعا أنه لن يكون هناك حلا بناء على التفاوض، ليس هناك ما يقدمه الفلسطينيون. فتعامل صفقة القرن هي مع هذه الملفات الـ5 واحدة واحدة بأن يزيلها أصلا. بدأ بالقدس، يعني قال أنا سأزيل القدس، لن تكون أصلا قضية. يعني في عام 99 لما كان كلينتون في نهاية عهده، ولما جمع يهود باراك وعرفات في كامب ديفيد تقريبا قضية الأقصى، يعني ليس فقط القدس، الأقصى هي كانت مسألة يعني تقريبا اللي انكسرت عليها المفاوضات، ولكن أنا لا أعتقد أنه هذه المسألة الوحيدة، ولكن هي المسألة التي أشهرت بأن للإسرائيلي حق في الأقصى تحت الأرض وما فوق الأرض للمسلمين مثلا، يعني حتى أنهم يعني يقوموا بالحفريات والأمور، فإذا انهار الأقصى يكون الموضوع انتهى. على كل إذن قضية القدس رفعها بأن اعترف بالضم القدس الشرقية
ما يعتبره الفلسطينيون هو العاصمة المقبلة للطرف الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية رفعها وقال هذه مسألة يعني غير خاضعة للتفاوض، شالها. طبعا هذا كان وعد انتخابي أيضا لأكبر متبرع له وهو شيلدون إيدلسون، وهو بليونير صهيوني متجوز طبعا صهيونية إسرائيلية، وكان هذا جزء من الشروط التي وضع عليها لدعم حملته الانتخابية بأكثر من 100 مليون دولار بأن يعترف بالقدس أنها عاصمة أبدية لإسرائيل، فرفع القدس. عند قضية المستوطنات يعني طبعا كما ذكرت أن المستوطنات أصبحت جزء لا يعتبرها أمر واقع، وبالتالي اعترفت فيها في التقارير الخارجية، لم تعتبر هذه الأراضي، بدأت بأراضي محتلة ثم متنازع عليها ثم حق من حقوق الإسرائيل. وإذا نظرت أنت إلى الفريق الذي عينه سواء كان السفير الأمريكي في إسرائيل أو السفير المعني بالتفاوض أو زوج ابنته الذي أمسكه كل ملف الشرق الأوسط، كلهم مؤمنون بأن هذه الأرض وهذه المستوطنات هي مستوطنات شرعية وهي تمثل أرض إسرائيل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الانسحاب منها. فموضوع المستوطنات أيضا أخرجوه. أما قضية حق العودة، فكان حق العودة مربوط طبعا بقرار الأمم المتحدة، والأمم المتحدة في قرار 194 الصادر عام 49 بعد نكبة فلسطين كان ينص على أنه يحق لأي فلسطيني هجر بسبب هذه النكبة أو بحرب 48 له الحق في العودة. ثم أنشئت ما يعرف بوكالة تشغيل غوث اللاجئين الأونروا UNRWA. هذه الوكالة سحبت، طبعا أمريكا كانت تدفع حوالي ربع ميزانيتها باعتبارات عديدة ليس هنا المجال في خوضها، سحبت تقريبا كل الدعم عنها وتحاول أن توقفها وتحاول أن تنيها، وقالوا ليس هناك أكثر من 30,000 لاجئ في حين أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز 5 مليون. إذن ما يسمى بصفقة القرن هي رفع هذه الملفات التي سيكون عليها الاتفاق النهائي واحدة تلو الأخرى. أما في موضوع الاعتراف، يعني اعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد، حتى هذه رفعت. يعني هو بالمناسبة قبل 94 كانت هذه المنظمة على قائمة الإرهاب، وبعد كل التنازلات التي قدموها وعشرات الزيارات للبيت الأبيض ولكامب ديفيد والولايات المتحدة الأمريكية بقت هذه المنظمة على لائحة الإرهاب، لم ترفع إنما كان يرفعها الرئيس الأمريكي كل 6 أشهر، بمعنى أنها لم ترفع رسميا إنما هي كانت توقف اعتراف أنها منظمة إرهابية. ثم جاءت الآن وسحبوا هذا الاعتراف ترامب، وطرد ممثل منظمة التحرير من واشنطن وقفل كل مكاتبها وأصبحت غير معنية أصلا. فحتى الطرف الذي يفترض أن يفاوض على قضايا وملفات الحل النهائي حتى هذا يعني أبعد وأخرج من واشنطن. أما من ناحية الأمن، طبعا أعلن نتنياهو هذا الأسبوع، وهو بالمناسبة هذا ليس جديد، الغريب أن الناس يعتبرون أنه شيء جديد أنه قال أن الغور لن تنسحب منه إسرائيل. هذا نفس الكلام قاله أيام أوباما عندما أعطى محاضرة في إيلان، في جامعة إيلان، وقال أنه هذه يعني هذه الحدود التي يمكن أن أقبلها، طبعا بعد ضغط شديد جدا أيام أوباما، ما هي الكنتورز، ما هي الحدود التي سيقبل بها في أي تفاوض مع الفلسطينيين. قال أن سأوقف المستوطنات لمدة 9، سأجمد البناء في المستوطنات لمدة 9 شهور. وأما بالنسبة لموضوع العسكري ستكون دولة منزوعة السلاح تماما، وستبقى إسرائيل في غور الأردن ولن تنسحب من غور الأردن بأي حال من الأحوال. فما قاله يعني الأسبوع الماضي هو كان تأكيد على هذا الكلام، طبعا هذا كلام مرفوض. ثم هو طبعا اعترف له بالجولان، فهي ليست الحقيقة بصفقة، هي سرقة، سرقة القرن. يعني أمر قاله ما يريد أن يعوضوه بنفس الأفكار التي كان يدولها دائما الإسرائيلي بالسلام الاقتصادي، سواء كان شيمون بيريز أو إنه الحديث عن أن يعني يحسن الأوضاع الاقتصادية للفلسطيني أو محاولة إيجاد بعض الأماكن. طبعا هذه بعض الأفكار التي أخرجت للإعلام ولكن ليس هناك نصا صريحا بها، أن تأخذ بعض الأراضي من
المصرية إما إقامة مشاريع أو استيطان فلسطين أو غير ذلك. إذن نحن نتحدث عن الأسس التي بنيت عليها أصله، هي أسس أصلا يعني كانت خطيرة وخاطئة، وهي إنهاء مرحلة أصله رسميا. طبعا ممكن أن يعلن عنها، ولا أعتقد أن هناك فلسطينيا واحدا حتى بوجود قيادة أوسلو أن ممكن أن توافق، لأن لن يخرجوا بالشيء، ومع ذلك ما زالوا يصرون على التنسيق الأمني. الآن الفكرة الرئيسية في هذا هو الانتقال من مرحلة إلى أخرى. هم انتهت مرحلة أوسلو، نحن ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى. ما هي هذه المرحلة الأخرى؟ هي إعادة تشكيل المنطقة وإعادة تشكيل في الوعي الجمعي من العدو ومن الصديق. فأصبحت اليوم إيران هي العدو. هناك في عمل محاور سياسية جديدة بأن يكون هذا المحور هو أن إيران هي العدو، وبالتالي لابد من مواجهتها، ولابد من تشكيل تحالف إقليمي ودولي ليواجهها. وطبعا ترامب دخل أيضا يعني بصلفه وجبروته وغبائه في هذا المخطط. ولكن أيضا هذا من الصعب، لأن هناك مشكلتين. المشكلة الأولى طبعا هي إعادة تشكيل في وعي الجمع عند الناس، من هو العدو ومن هو الصديق، وهذه مسألة يعني صعب جدا، لا سيما أن هناك في الآن وجود فلسطيني مقاوم كذلك في المنطقة ككل، لن يقبل بهذه الصفقة أو بهذا التعريف أو بهذا إعادة التعريف. والأمر الآخر أن هذا المحور نفسه هو الذي يريد أن يهزم حركات التحرر والثورة التي بدأت في موجتها الأولى عام 2011، والآن تبدأ في موجتها الثانية كما ذكر بعض المحاضرين في السابق. فهذا المحور يريد أن يواجه ما ترفضه الشعوب، وفي اعتقادي أن هذا أيضا لم يحدث. إعادة تشكيل المنطقة بأن إسرائيل تصبح جزء لا يتجزأ من نسيج المنطقة ويقبل بها ويطبع معها، قد يفعل ذلك بعض الحكام، ولكن لا أتصور على الإطلاق أن تقبل الشعوب مثل هذه المفاهيم. الآن الوقت يداهمني، كيف نواجه صفقة القرن؟ بداية لا بد من دعم صمود الشعب الفلسطيني ليبقى على أرضه، هذا الشعب البطل، هذا الشعب الذي لن يحيد عن مواجهة هذه المؤامرة التي تستهدفه وتستهدف وجوده ومستقبله ومقدساته وأرضه. دعم المقاومة بكل أشكالها، رفض الصفقة والتنسيق الأمني والضغط على السلطة، لأن الاحتلال بدون التنسيق الأمني سيكون مكلف جدا جدا، وبالتالي لابد من الضغط على الطرف الفلسطيني بأن يوقف التنسيق الأمني وأن يبدأ يلتحم مع شعبه في المواجهة ضد الاحتلال. دعم المقاطعة الشاملة حركة بي دي اس وغيرها ضد العدو، وأنا أنادي مرة أخرى من هذه المنصة في الإخوة الذين يعيشون في تركيا خصوصا وللمسؤولين، أنه لا بد من أن نفعل هذه المقاطعة. يعني أكبر دولة إسلامية تقف مع الحق الفلسطيني وجاءت هنا واجتمعت وكذا، أيضا لها علاقات تجارية كبيرة جدا، لا بد أن تقف هذه العلاقات التجارية، لا بد أن تجمد، لا بد أن يتصدى لها، يكون هناك مقاطعة شاملة أكاديمية وتجارية واقتصادية ويعني عسكرية وغيرها للعدو الصهيوني ودولته الغاصبة. لابد أن نتحدث أيضا، نفعل قضية كيف نوحد العالم الإسلامي ونربط ونوحد النضالات ضد الظلم والاحتلال والفساد والديكتاتورية على مستوى العالم الإسلامي. فما يحدث في كشمير وما يحدث في فلسطين وما يحدث في القضايا الأخرى التي يواجهها العالم الإسلامي هي قضايا واحدة ضد نفس العقلية الاستغلالية الاستعمارية الاستبدادية التي لابد أن نواجهها سوية، وأن نوحد هذه النضالات، وأن مركزها نعم في فلسطين ولكنها أيضا تتشعب وتكثر. الأهداف هم يريدون من صفقة القرن هي طبعا عنوان، هي أكثر من كذا كثير، هي السيطرة على المنطقة وتمزيقها وتشتيتها كما ذكرت في حديثي السابق. عندنا خطة إسرائيلية تريد فعلا أن تمزق المنطقة، تريد فعلا أن تجعل من سوريا ثلاثة دول، ومن السودان ثلاثة دول، ومن السعودية ثلاثة دول، من مصر دولتين، ومن ليبيا ثلاثة. هذه خطة موجودة ومكتوبة ويحاول أن يفعلوها. طبعا مسألة ليست بسهولة كما ذكر الأستاذ منير بالأمس، أن هناك في معطيات كثيرة جديدة، وأن هناك في نفس مقاوم ليس بالبسيط،
يعني هذا يعني اليوم مهما حاول المؤامرات هناك من يرد عليهم ويسد ويقاومهم، وهذه مسألة في غاية الأهمية، ولكن لا بد أن تلتحم الشعوب، ولا بد أن ننتبه إلى هذه المؤامرة، وأنه لا يعني لا ننخدع بالأمور التي يريدون أن يشغلون بها. أنا سأختم بهذه المسألة. هناك مفكر استراتيجي أمريكي قال أنه بعد 9/11 كان هناك ثلاثة أمور يمكن أن تقوم بها أمريكا. الأمر الأول أن تغزو العالم الإسلامي من طنجة إلى جاكرتا، ولكنها وحلت في أول أمرين، يعني بعد أفغانستان العراق وحلت في العراق، لم تستطع أن تستمر. فكان الأمر الثاني أن تنسحب تماما وتريح رأسها من العالم الإسلامي، ولكن هذا لا يستطيع، لأن أمريكا في الآخر دولة كبيرة مهيمنة إمبراطورية لا تستطيع أن تنسحب من المنطقة. فكان الخيار الثالث كما يقول أنه يعني نفهم كيف تتعامل أمريكا مع المشكلات. كانت دائما ترى من الأعداء تقسمهم إلى قسمين، واحد ضعيف وآخر قوي، يعني تبحث عن الشرخ الذي يمكن أن تقسم بها أعداءها. فقال ما هو الشرخ الذي يتواجد أو يعيشه العالم الإسلامي الذي يمكن أن تنفذ منه أمريكا؟ فقال هي الطائفية. فقال إذن كان لابد من أمريكا أن ترى هل تكون مع الشيعة ضد السنة ولا مع السنة ضد الشيعة. وهو ضرب مثل في الحرب العالمية الثانية لما كانوا في الأول مع روسيا، ضربوا هتلر ثم انتقلوا إلى روسيا، وكما ضرب مثل آخر بين إنجلترا وفرنسا في بداية الدولة الأمريكية يعني. فقال إذن كان أمامنا إما نكون مع الشيعة ضد السنة أو السنة ضد الشيعة. فقال هو هيستوريكلي يعني 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 تاريخيا هم يقفوا مع الضعيف ضد القوي، إنه القوي ثم يذهبوا للضعيف. وقال القوي الآن في تصوره إيران، فكلا بد أن يكون هناك تحالفا سنيا أمريكيا ضد الشيعة أو ضد الإيران، ثم بعد أن ننهي إيران ضد. فهذه الفكرة وهم يتكلمون عنها بحولوا يعطونا من الأشياء. على كل أحوال فيجب أن ننتبه إلى هذه المخططات وأن ندعو إلى الوحدة الحقيقية ضد العدو الحقيقي، حتى إذا أردنا أن نرى فلسطين حرة وأن نرى فلسطين محررة لا بد أن نعي هذه المخططات. وأنا في تصوري أن المستقبل يقول أننا قادرون على ذلك إذا استطعنا أن نفهم المخططات التي تحاك بها ضدنا، وكذلك أن نستعد لها الاستعداد القوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.